caught in a war not of their making, some 350,000 of Lebanon's people flee northward. Land of the gods, a haven for refugees since ancient times, Lebanon has become itself a land of refugees. قال بدي اروح على الجنوب. قلت له اقعد يا امي، قال اذا بنقعد بالبيت بتجي لك من اسرائيل على نص البيت. اذا انا ما بدي اروح وغيري ما بيروح، تجي لنا اسرائيل على البيت. ليش دخلت على غزة يعني؟ ما بقدرش اشوفهم الا برا، الا في غزة. ومن الاردن بقدرش اسافر اصلا. انت بتعرف لازم اعمل تنسيق، والتنسيق بده بلاد. الانسان وين ممكن ينكشف على حقيقته ويوجد هو حتى حقيقته؟ ما فكرت انه بالمنطقة. عارفين عندكم طيارات ودبابات وصواريخ حكيمه، عارفينكم اقوى احتلال في العالم، بس احنا ناس بدنا نعيش، بدنا نربي اولادنا. شو رايك نروح سوا مع جيش الانقاذ؟ ارواح على فلسطين، ارواح. يلا على فلسطين، نموت في داخل على الله. تعال يا ابو، تعال. الا لامك، ابي راح مع جيش الانقاذ ليقطف لك بردقان من يافا.